تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. مستمعينا الأعزاء صبحكم الله بالخير، حياكم الله ويانا في برنامج صحة وسعادة. برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر أثير إذاعتنا المميزة إذاعة نور دبي. خلال البرنامج إن شاء الله بنتطرق لمواضيع طبية وصحية تهمكم وتفيدكم إن شاء الله، وخلال البرنامج كذلك سعدنا استقبال استفساراتكم مداخلاتكم واقتراحاتكم على أرقام التواصل ويانا في البرنامج. بس قبل ما أذكركم برقم التواصل، أرحب فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق مير المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل. صباحكم الله بالخير جميعا. محدثتكم اليوم الدكتورة عاشة البسطي. بنتطرق مثل ما عودناكم لأمور كثيرة، بنتطرق لفقرتنا التوعوية، السوشيال ميديا، وفقرات كثيرة وكثيرة خلال البرنامج. أذكركم بأرقام التواصل يانا 600-55-1414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. بداية مثل ما عودناكم فقرة السوشيال ميديا واهتماماتها وأقلب ما يدور فيها اليوم، ويانا زميلتنا أسماء الجناحي. صباحك الله بالخير أسماء. أسماء في انقطاع في الخط مع أسماء، بنأخذ الفقرة التوعوية وبنرجع إن شاء الله لزميلتنا أسماء. بنتحدث اليوم فقرتنا التوعوية عن شيء جدا مهم يخص الغذاء، وبنتكلم أكثر عن الألياف الغذائية وفوائدها. طبعا النص كثير يمكن بتطرقون كل ما نصير عن طبيب أو نصير زيدوا في الألياف، زيدوا في الألياف، خذوا الألياف. ف نبغي نتعرف أكثر وأكثر عن الألياف الغذائية وشو فائدتها، ليش دائما يتكرر علينا زيدوا في الألياف اللي تأخذونها. ويانا أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي الأستاذة شيخة حميد السويدي. صبحت الله بالخير شيخة. صبحت الله بالنور والسرور دكتورة. أهلا. بخصوص الألياف الغذائية وأهميتها اليوم بيكون موضوعنا إن شاء الله. طبعا الألياف الغذائية لها فوائد صحية كثيرة، بس أول شيء بغيت أعرف شو الألياف الغذائية اللي هي الفايبر. الألياف الغذائية هي أجزاء النبات اللي ما يستطيع الجسم هضمها، فبالتالي تمر في المعدة بسهولة بدون ما تتغير، يعني تمر بالأمعاء لين توصل القولون ثم تخرج من الجسم بدون ما يحصل تغيير فيها. عندنا نوعين من الألياف الغذائية، ألياف قابلة للذوبان اللي هي سوليبل فايبر، وألياف غير قابلة للذوبان اللي هي الإنسوليبل فايبر. الألياف القابلة للذوبان هاي هالنوع يذوب في الماء فيكون مادة هلامية نفس الجل يعني. نعم. ويفيد هذا النوع في تقليل مستويات الكوليسترول والجلوكوز اللي هو السكر في الدم. نعم. ويتواجد هالنوع من الألياف في الشوفان والبقوليات مثل الفول والعدس، وعندنا في الشعير بعد موجود، والتفاح والكمثرى والفواكه الحمضية، والجزر والمكسرات وبذور الكتان. والنوع الثاني من الألياف اللي هي غير قابلة للذوبان الإنسوليبل فايبر. نعم. هذا النوع يعزز من حركة المواد في الجهاز الهضمي، لذلك بيكون مفيد للوقاية من الإمساك أو للي يعاني من الإمساك. عندنا القمح الكامل ونخالط القمح والبقوليات والخضروات، وايد أنواع طبعا من الخضروات، ومنها القرنبيط والفاصوليا الخضراء، البطاط، هذه مصادر جيدة لهذا النوع من الألياف. طبعا مثل ما ذكرت شو هي فوائد اتباع نظام غذائي عاري بالألياف، ذكرت انه يخفض مستويات الكوليسترول. نعم. مفيد لصحة القلب بيكون، ويساعد على التحكم مستويات السكر في الدم. بالنسبة للمصابين بالسكري الألياف وخاصة القابلة للذوبان يمكن انها تبطئ امتصاص السكر، عشان كذا دوم ننصح بوجبات خفيفة لمرضى السكري ان تكون عالية بالألياف، تبطئ امتصاص السكر وتساعد على تحسين مستويات السكر في الدم. ممتاز. وحتى للناس اللي ما عندها سكري أو عندها قابلين يكون عندها سكر، بعد الألياف نظام غذائي عالي بالألياف
يقلل من خطر الإصابة بالسكري. ممتاز. وطبعا يتنوع مقدار أو تتنوع مقدار أو كمية الألياف في النباتات المتنوعة. عشان نحصل على أقصى فائدة صحية لازم نتناول مجموعة واسعة ومتنوعة من الأطعمة الغنية بالألياف. وفي الوقت نفسه إذا كان الشخص نظام الغذائي فقير بالألياف ما يضيف الكثير من الألياف في وقت قصير، يعني يضيفها بشكل تدريجي، خلينا نقول على مدار أسبوعين مثلا، لين ما الجهاز الهضمي يتكيف على التغيير وما يصير عنده مضاعفات انتفاخ البطن والغازات والتقلصات. نعم، وهي نقطة جدا مهمة، لأن كثير من الناس يمكن يأخذونها فجأة وما متعودين يأخذونها، وعقب يتعبون منها ويرجع يقول لك تعبت منها فما أقدر أخذها. صح، التدريج جدا مهم. ممتاز، هاي نقطة جدا مهمة، لأن أهمية كبيرة للألياف، وأكبر أهمية بعد من أن بيخفض الكوليسترول يتحكم في السكر في الدم، يعني خاصة اللي عندهم سكر، يعني يأخذها كسناك أو يأخذها يعني بين الوجبات. وليس على كل ممتاز. وجبة عشان يوصل لاحتياجه من الألياف. ممتاز. هو لو بدأ مثلا يوم خلينا نقول يستبدل الخبز الأبيض بخبز أسمر، الخبز الأسمر الخبز الوحيد مثلا فيها جرامين الألياف، يعني على الأقل أفضل من يأخذ خبز أبيض ما في ألياف تبع لفترة أطول حتى. وبعد نقطة مهمة نسيت أذكرها، أن تساعد على نزول الوزن، فالألياف تساعد أن الشخص اللي عنده مثلا وزن زيادة تساعد على الوصول لوزن صحي، لأن شو الأطعمة الغنية بالألياف تكون مشبعة أكثر من الأطعمة قليلة الألياف. صحيح، الإنسان اللي يأخذ وجبة غنية بالألياف شبعان لفترة أطول. ممتاز، هذا بعد فايدة زيادة على الألياف. أستاذ الشيخة، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. أهم شيء التنويع في مصادر الألياف، وأهم شيء بعد نحرص على شرب كمية كافية من الماء، لأن الألياف تعمل بشكل أفضل ويا شرب كميات كافية من الماء. صحيح، وهي نقطة جدا مهمة. الأستاذ الشيخة حميد السويدي، أخصائية التغذية في هيئة الصحة بدبي، شكرا لك. حياكم الله. هذه كانت فقرتنا التوعوية وبخصوص الألياف الغذائية وفوائدها، وذكرت لنا الأستاذة الشيخة بخصوص فوائدها والأشياء التغذوية اللي موجودة فيها، مصادر الغذاء اللي موجودة فيها كذلك الألياف. نرجع لموضوع اهتمامات السوشيال ميديا اليوم وأقلب ما يدور فيها، ويانا الزميلة أسماء الجناحي. صبحت الله بالخير أسماء. صبحكم الله بالنور والسرور دكتورة، عليك وعلى كل مستمعي إذاعة نور دبي. إن شاء الله متشوقين نتعرف على الأشياء اللي موجودة اليوم في السوشيال ميديا. إيه، نحن موجودين بعدنا في معرض جايتكس، فنتمنى باقي لنا 3 أيام، نتمنى من الجمهور يجون يشوفون الخدمات، لأن كل الخدمات المعروضة هي خدمات خاصة ومباشرة مع الجمهور. ممتاز. آخر الخدمات الذكية أيضا نحن حطينا في قنوات التواصل الاجتماعي رابط في البايو على إنستغرام وفي تويتر الحوار الخاص بمعالي حميد الكرامي، كان يوم أمس صحيفة الإمارات اليوم. نعم. وفي الأشياء المستقبلية والموجودة حاليا اللي فعلا تمس وتهم كل متعامل مع هيئة الصحة بدبي. أيضا من ضمن النصائح اللي حكينا نحطها ضمن يوم الاثنين، في يوم اللي نتكلم فيه عن الوجبات الخفيفة الصحية، فنحطين أصابع الجزر مع الحمص يحتوي على 195 سعرة حرارية، فممكن حتى هاي من الأشياء اللي واحد يحطها معاه في الدوام. صحيح. فنحن نحاول نحط الأشياء اللي واحد ممكن يشيلها معاه دوام بتربيعة، يعني أشياء تنحط في الشنطة، فمش يعني أكل صحي يعني ما نقدر نستمتع ونحن ناكل فيه. صحيح. وآخر نصيحة لليوم، تحدى فشلك وأعد المحاولة بخطة جديدة ومختلفة، كرر ذلك حتى تنجح. ممكن الإنسان يفشل مرة، يفشل مرتين، يفشل ثلاثة، لكن في النهاية بتنجح. صحيح. إذا أنت كان عندك الإصرار. ودمتم بصحة وسعادة. ودمتي بصحة وسعادة يا أسماء. أسماء الجناحي شكرا لك. هذه كانت فقرتنا بخصوص السوشيال ميديا، والفقرة الأخيرة اللي قالتها أسماء بخصوص الفشل، أو نقول الخبرات اللي الواحد يصادفها معظم الأحيان وما يقدر يستمر، أو نقولها كفشل أو إحباط فيها أو ما يوصل للشيء اللي يبغى. سبحان الله، يمكن هذه لتقوية الشخص نفسه، أو أن تعطيه خبرات أكثر وكيف يوصل للشيء اللي يبغى بطريقة ثانية، ويوم يوصل للشيء اللي يبغى يكون حتى تكون حتى شخصيته
تمحورت يعني تكون تماما استوت تناسب هالشيء اللي هو يمكن يبغى، ويوم يوصل بهالطريقة ما بس وصل الشيء اللي يبغى، حتى شخصيته حتى طريقته تماما تغيرت وتكون للأحسن. هذه كانت فقرتنا للسوشيال ميديا، وكانت ويانا اختنا اسماء الجناحي. مستمعين الكرام طالعين فاصل وراجعين لكم مثل ما عودناكم مواضيع مهمة. موضوعنا بيكون نظام الإنذار الصحي الذكي، وطبعا شاركوا بهالشيء في شاركت الهيئة بهالشيء في معرض جايتكس. قعدوا ويانا، سايرين فاصل وراجعين بنتكلم أكثر عن هالموضوع. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صحة وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. تستعرض هيئة الصحة بدبي خلال مشاركتها بمعرض جايتكس 2019 المنعقد حاليا مركز دبي التجاري العالمي نظام الإنذار الصحي الذكي للكشف المبكر عن تطور حالة المريض ووضع الخطة العلاجية المناسبة للحالة المرضية. نتحدث أكثر عن هذا النظام، ويسمى يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة ريم علي، ضابط أول معلومات صحية إكلينيكي بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذ ريم. أهلا وعليكم السلام. أهلا أستاذ ريم. طبعا نحن كيعني هيئة الصحة بدبي طبعا صحة المريض من أولى أهدافنا صراحة، وأن يعني جميل وجود هذا النظام اللي هو نظام الإنذار الصحي الذكي، فممكن تعطينا فكرة عامة عن هذا النظام؟ نعم. طبعا قامت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مختبر الذكاء الاصطناعي في حكومة دبي الذكية بتبني فرضية توقع الحالة الصحية للمريض في نظام سلامة اللي هو الملف الطبي الإلكتروني الموحد، من خلال احتساب درجة المقياس المعدل للإنذار المبكر، بالإضافة إلى عدة عوامل منها وقت التدخل لعلاج المريض، التخصص الطبي التابع له، خضوع المريض لأي علاج طبي، ومدة إقامة المريض وإذا كان تم تحويله خارج العناية المركزة. نعم. نعم. كيف استعملنا الذكاء الاصطناعي؟ طبعا اعتمد النموذج على عدة مبادئ، منها طبعا دقة البيانات المسجلة من قبل الكادر الطبي، إذا كان المريض على له 3 زيارات على الأقل تاريخية في السيستم أو في نظام سلامة، في وإذا كانت صحة المريض يعني تقريبا هذه دقة البيانات مسجلة في 20 ساعة نقدر نتنبأ في المستقبل بناء على درجة المقياس المعدل للإنذار المبكر. أنا عندي تقريبا مصنف إلى صنفين اللي هو صحي، درجة الحرارة من درجة المعدل من 0 إلى 2، وغير صحي إذا كان 3 وما فوق. شو المقياس الصحي اللي تاخذونه بخصوص النظام؟ اللي هو المقياس المعدل للإنذار الصحي المبكر، اللي هو عبارة عن درجة اللي هو سكور يتم تحديده عن طريق عدة مقاسات. نعم. الكادر الطبي يتم تدوينها في ملف المريض في نظام السلامة عن طريق تدوين ضغط المريض، نبض المريض، مستوى الأكسجين، التنفس، مستوى وعي وإدراك المريض، كل هذه الأشياء يتم تدوينها فيعطيني في النهاية معدل. نعم. عن طريق هذا المعدل إذا كان من 0 إلى 2 فهو بالنسبة لي يعني للكادر الطبي يعتبر المريض صحي. نعم. إذا كان 3 وفوق يعتبر في حالة حرجة أو غير صحية، وهذا يعطيهم التنبيه كل ما عطى السكور أو عطت النتيجة رقم معين يعطي تنبيه للطاقم. نعم الطبي. نحن بالضبط، لكن نحن ما ناخذ من رقم واحد. طبعا ذكرنا قبل 5 فترات زمنية اللي هي حسب المريض وين القسم الطبي التابع له. طبعا هذا ينطبق على النظام أو المرضى الداخليين المنومين في المستشفى أو اللي في الطوارئ. نعم. فبالتالي إذا مثلا المريض في العناية المركزة، طبعا عناية العناية المركزة كل ساعة أنا الممرضة عندي تشيك صحيح التشيكات هذه، فممكن خلال 5 ساعات أنا طبعا احنا 5 فترات زمنية، فخلال 5 ساعات أنا ممكن
أشوف السيستم يعطيني ألارم أو مؤشر أن ممكن مثلا إذا المعدل 3 أو فوق بيبدأ هون بيبدأ يعني الخطورة، مؤشر الخطورة عندي، وبالتالي أسبق أو أدارك الحالة المرضية قبل لا تسوء وتتدهور. صحيح. نعم. صحيح. وهذا بيخلينا نركز على المرضى اللي صدق يحتاجون العناية الأكثر، سواء كانوا في الأقسام أو سواء كانوا في العناية الفائقة. بالضبط، هذا يشمل جميع أقسام المرضى الداخليين. ممتاز. نحن طبعا كان عندنا دراسات على أقسام العناية المركزة، الأقسام الباطنية طبعا في عن طريق استعمال الذكاء الاصطناعي. نعم. ممكن في دراسات اللي هي مثلا في بالنسبة للأقسام العادية كان تقريبا 68,000 عن طريق هذا النموذج تنبأ السيستم أنه بيستمروا بشكل صحيح أو صحي، وفعلا استمروا لنهاية خروجهم من المستشفى بشكل صحيح. ممتاز. وعدد كبير كذلك، تقريبا 1,000 من بينهم. نعم. تنبأ النموذج أنه ممكن يحصل في مثل تأثر في حالتهم الصحية، وممكن ينتهوا بطريقة حرجة، وفعلا كانوا بعد فترة انتهوا بطريقة حرجة. صحيح. وجدا، والأعداد كبيرة، يعني ما تقولين 3, 4, أو 100، يعني الأعداد. نعم. 68,000 إضافة إلى اللي هم حالتهم الحمد لله ما تدهور ومبين النظام. وألف اللي يعني هذا الشيء بينقذ حياة ناس وايد، أو حتى ما بيخلي حالة سوء، حتى قعدتهم في المستشفى بتكون أقل، أنك أنت حسبت متى، يعني حطيت في بالك متى بتدهور الحالة، وقبل ما تدهور الحالة عطيت العلاج اللي يحتاج المريض. طبعا هو يعني في النهاية طبعا هي إنقاذ أرواح. نحن نستبق الحالات، تحديد الحالات الحرجة، ونتصرف بشأنها بمجرد أنه أنا صار عندي هذا المؤشر ارتفع مثلا مثل ما ذكرت إذا حرج اللي هو 3 وفوق. طبعا أكيد نحسن الموارد، طبعا أنا بهالطريقة بخصص بشكل صحيح الكادر الطبي. صح. اللي يحتاجون يروح للمرضى المريض أو المرضى اللي يحتاجون أكثر رعاية واهتمام من المرضى اللي هم مثلا في حالة صحية ثابتة. صحيح. وطبعا تقليل الضغط يزيد من عملية اتخاذ القرار للكادر الطبي، بحيث أن نزود الموظفين الأقل خبرة بالمعلومات، يصعب تمييزها بدون سنوات الخبرة، وبالتالي هو يعني مثل نموذج متكامل ممكن يساعد الكادر الطبي يستبق الموضوع قبل ما يصير. يعني بيساعد بطريقة كبيرة، وخاصة أن يعني متابعة لحالة المريض، وخاصة الحالة قبل طبعا ما تدهور، مرات خلال ثواني، يعني خلال دقائق تكون الحالة تدهور، فهذا شيء جميل، يعني جدا جميل، يعني يخلي الكادر الطبي بعد يعني مرتاح أن في مراقبة، يعني أني أنا كل لحظة أراقب وأدخله في سيستم معين. طبعا. كذلك المرضى وأهل المرضى، يعني هذا مو بس بيقرر على أشخاص معينين. طبعا أهل المرضى في المرحلة الأولى، وبالضبط طبعا كله يعتمد على دقة البيانات المدخلة أو المدونة، وبالتالي. صحيح. هو في النهاية نموذج متكامل عشان صحة المريض بالمرتبة الأولى. صحيح. أستاذ ريم، أنت ذكرتي في أشياء معينة في تعبئة النموذج أو في النظام الإنذار الصحي اللي هي صحية وتكلمنا عنها، شو الأشياء الثانية الغير صحية أو الغير مرتبط ب الأشياء اللي غير صحية؟ هي تقريبا كلها لها علاقة، يعني مثلا أنا يوم لما أحدد مثلا أن القسم الطبي التابع لها المريض، أنا عن طريق القسم الطبي التابع للمريض أقدر أحدد، يعني مثلا أنا عطيتك رقم اللي هو 68,000 تم رصده، مثلا الحالة هذه ما رح تسوء في خلال 20 ساعة أو 5 فترات زمنية، هذا مثلا كان في قسم الباطنية، لكن في قسم العناية المركزة كان عندي العدد مثلا أقل، لأن حسب الحالة عدد اللي داخل مرضاهم كذلك أقل. نعم نعم، عدد مرضاهم أقل، عدد الكادر الطبي طبعا مركز في العناية المركزة أكثر عن أي مكان ثاني حسب حالة المريض. ممتاز. والرعاية اللي يحتاج لها. ممتاز. أستاذ ريم، حبينا نتكلم أكثر عن أهداف النظام. أهداف النظام مثل ما ذكرنا طبعا تحسين بالمرتبة الأولى أنقاذ الأرواح، مثل ما ذكرنا أني أنا أسبق حالة تدهور حالة الصحية للمريض، بحيث أني أنا
أعرف هل المريض بيتم أو في عندي مؤشر ممكن يخليني أشوف حالة المريض قبل ما تسوء أو قبل وقوع الأعراض الفعلية، وتحسين الموارد مثل ما تكلمنا أني أنا أساعد الكادر الطبي يركز على المرضى اللي مثل هالحالات أكثر عن المرضى المقيمين الداخليين في المستشفى اللي هم صحيين ومستمرين وأمورهم سليمة. نعم نعم، وهذا جدا مهم بخصوص نظام الإنذار الصحي الذكي، يعني يعني يخل يعني في أشياء معينة تدخلينها وتطلع لك البوادر، يعني نعم هو طبعاً قبل يعني كطبيبة أحس أنه جدا يعني بيساعد سواء المرضى سواء الأطباء الطاقم الطبي كامل، يعني في علاج المرضى والاهتمام بصحتهم أكثر وأكثر. أستاذ ريم، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين الكرام خلال البرنامج. أنا طبعا أنصح أنهم يزوروا معرض جايتكس ويطلعوا على الخدمات المقدمة في منصة هيئة صحة دبي ومنصة دبي الذكية، نعرض خدمات تفيد صحة المريض ونحو مجتمع آمن وصحي. نعم. ونتطلع طبعا لخدمتهم بطريقة أحسن وأسرع وسمارت أكثر. ممتاز. الأستاذ ريم علي، ضابط أول معلومات صحية إكلينيكي بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. يعطيك العافية. يعطيك العافية، نتمنى لكم كل التوفيق. طبعا هاي دعوة منا لزيارة منصة هيئة الصحة بدبي خلال فترة جايتكس، في مواضيع كثيرة وتطبيقات كثيرة ذكية موجودة عشان تتعرفون عليها أكثر وأكثر. مستمعين الكرام، طالعين فاصل إن شاء الله وراجعي لكم. صحة وسعادة. مستمعين الأعزاء، رجعنا لكم مرة ثانية في برنامج صح وسعادة. أذكركم برقم التواصل 600-551-414 والرسائل النصية على 4006. حياكم الله. موضوعنا كذلك في هذه الفقرة اليوم بيتكلم أكثر عن مشاركة الهيئة بمعرض جايتكس. أطلقت هيئة الصحة بدبي يوم أمس وضمن مشاركتها فعاليات معرض جايتكس نظام الشكاوي والتظلمات، اللي يعد أحدث الأنظمة المتطورة اللي تتبناها هيئة الصحة بدبي ضمن جهودها المستمرة لتطوير خدماتها المقدمة للمتعاملين سواء الداخليين أو الخارجيين. وبنتعرف أكثر على هذا النظام، ويسرنا يكون ويانا اليوم عبر الهاتف الأستاذة بدرية الحوسني، رئيس قسم القضايا والتحقيقات بهيئة الصحة بدبي. صبحت الله بالخير أستاذة بدرية. لا صبحت الله بالنون. طبعا الحين أنظمة الشكاوي سواء أو التظلمات طبعا جدا مهمة، لها أهمية كبيرة سواء في معرفة يعني كيف طرق التحسين للمنظمة أو الهيئة أو الدائرة، وكذلك أساس نعرف ونكون على تواصل مع المتعاملين وشو الأشياء اللي تهمهم واللي يشتكون منها. فحابين طبعا نتعرف أكثر على نظام الشكاوي والتظلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء نبارك جميع العاملين على برنامج نظام الشكاوي والتظلمات والإطلاقه بالأمس من قبل معالي حميد القطامي مدير عام هيئة الصحة بدبي. طبعا فكرة البرنامج هي تماشيا مع توجيهات الحكومة الرشيدة لتطوير الخدمات الحكومية والارتقاء بها حتى نجاري ونواكب من حولنا. من هذا المنطلق تم العمل على إطلاق البرنامج بهدف ضمان تقديم خدمات سهلة وبسيطة لكن في نفس الوقت تكون ذات جودة عالية للموظفين أو المتعاملين، بحيث يسمح للموظف بتقديم شكوى أو تظلم دون مراجعة الإدارات المعنية، مما يساهم يعني في رفع نسبة استخدام الخدمات الإلكترونية وذكية. نعم. كما ننوه أن البرنامج يعد الأول من نوعه على مستوى الإمارة. ممتاز. ومن أهدافه يعني من أهداف البرنامج الرضا والاستقرار الوظيفي، توحيد الجهود، توفير إجراءات واضحة وعادلة وضمان تحقيق العدالة. طبعا هذا بالنسبة للنظام، وبالنسبة لي شو أنواع التظلمات اللي يمكن تقديمها من خلال هذا النظام؟ طبعا التظلمات
أو شكاوى تم حصرها بناء على قرار المجلس التنفيذي رقم 4 لسنة 2019 ميلادي باعتماد نظام التأديب والتظلمات والشكاوى لموظفي حكومة دبي. على سبيل المثال أنواع التظلمات: التظلم الموظف من تقييم الأداء السنوي أو من الجزاء التأديبي أو الإيقاف أو الفصل من الخدمة أو عدم الترقية بسبب المفاضلة أو النقل أو الندب أو الإعارة. نعم، هذه أنواع التظلمات اللي يمكن تقديمها من خلال النظام. هذا بيكون للموظفين. للموظفين. نعم. والنقطة الثانية أنواع الشكاوي كذلك، لأن إذا بنربط التظلمات كذلك بنربط وياها الشكاوي. فشو أنواع الشكاوي اللي يقدرون يدخلونها خلال النظام كذلك؟ مثل ما طرقت سابق أن الشكاوي والتظلمات والشكاوي مستمدة من قرار مجلس التنفيذي. على سبيل المثال ممكن الموظفين أن يقدمون شكاوي عن بيئة العمل وأدوات العمل، الإساءة الجسدية أو التحرش، ترويج وإطلاق الإشاعات، نعم، التهميش الوظيفي أو المضايقات سواء كانت اللفظية أو الكتابية. نعم، هذا بيكون للموظفين. للموظفين. وبيكون مثل ما ذكرنا متعاملين داخليين والخارجيين، ويكون للمتعاملين الخارجيين كذلك بخصوص الشكاوي. لا، احنا مبدئيا شغالين على الموظفين الداخليين. نعم، إن شاء الله مستقبلا راح يكون في الخارجيين. اللي بيكون الخارجيين. كيفية آلية عمل هذا النظام أستاذة بدرية؟ النظام طبعا موجود على موقع الهيئة الصفحة الرئيسية MyPHA. هناك طريقين للتظلم لتقديم التظلمات عفوا أو الشكاوى. يعني على سبيل المثال في حال تقديم الموظف لشكوى أو مثلا التظلم الجزاء التأديبي أو الأمور البسيطة، يدخل الموظف تسجيل في النظام. مجرد ما الموظف يدخل مثلا رقم الوظيفي، نحن ربطنا البرنامج مع نظام الجي ار بي بحيث الموظف ما يحتاج يعبي لك بياناته. ممتاز. تعمل البيانات الموظف كلها تطلع عندنا، سواء الموظف مسؤول مباشر، مدير الإدارة، الوحدة التنظيمية بشكل عام اللي هي الموظف يتابع لها. الموظف يتبعها. نعم، ايوه. الموظف مجرد ما يدخل مثلاً يختار نوع التظلم أو نوع الشكوى اللي راح يقدمها. خلنا في الفرضة قدم جزاء تأديبي، يكتب البيانات والمستندات والمواقع مثلاً، يكتب يشرح يعني مثلاً ملخص عن نعم. الشكوى أو التظلم اللي راح يقدمه، بالإضافة ممكن يدرج لنا مستند أو أدلة تثبت تدعم كلامه، وعقب توصل دايركت للجنة التظلمات والشكاوى بدار شؤون قانونية. أما بالنسبة للتقييم الأداء السنوي اللي هي فيها شوي كذا ستيب يعني. نعم. الموظف يقدم من تقييم الأداء السنوي بحيث الموظف يقيم نفسه، يدخل كل هدف من أهدافه. نعم. ويقيم نفسه بالإضافة للكفاءات. بعدها تطلع النتيجة النهائية للموظف. الموظف بعدها يرسل للمسؤول المباشر عن طريق النظام. توصل للمسؤول المباشر عن طريق المسج وعن طريق البريد الإلكتروني. المسؤول المباشر عنده 7 أيام يطلع على تظلم نفسه، على تظلم الموظف وتقييمه لنفسه، يشوفه هل يتفق مع تقييمه ولا لا. يضطر المسؤول المباشر هو يقيم الموظف ويرد يرسل المعاملة نفس الشيء بالنظام للموظف نفسه. الموظف له حرية الرأي، أما يعتمد التقييم المسؤول المباشر أو يرفض. في حال الرفض يتم إرسال التقييم للمدير المراجع أو المسؤول الأعلى. نفس الطريقة يوصل عن طريق البريد الإلكتروني والإيميل، إحنا عن طريق البريد الإلكتروني وعن طريق الرسائل SMS نصية. عند المسؤول أيوة الرسائل النصية، فيرد عليه خلال 7 أيام. أما يتفق يعني حتى المدير المراجع يقدر يطالع ملاحظات، يطلع على ملاحظات المسؤول المباشر والموظف وشو التقييم اللي قيم فيه المسؤول الموظف. المدير المراجع بعد يقيم الموظف النتيجة النهائية وترجع مرة ثانية للموظف. أما يقبل أما يرفض. في حال الرفض، في حال القبول خلاص تتسكر المعاملة ما توصل، لكن في حال الرفض تطرش المعاملة دايركت للجنة التظلمات والشكاوى بإدارة الشؤون القانونية اللي نستلم ويتم البت في التظلم. وحتى الموظف يقدر يطلع على مثلا وضعية التظلم من خلال البرنامج، والقرار ممتاز. النهائي بعد ممكن يطلع عليه عن طريق البرنامج. ممتاز. بس طبعا الوثائق لازم يحطها الموظف يعني خلال البرنامج كذلك. كل شيء يكون عن طريق البرنامج. ايوه، لان هذا شيء اساسي خاصه في التقييم السنوي للموظف، ويوم يعني يكون يمر على مديرين مباشرين للموظف قبل ما يوصل. نعم. عندكم عند اللجنه. فخلاص يعني بالنسبه للجنه كل البيانات موجوده، حتى الملاحظات
اللي يحطها المسؤول مباشر سواء الموظف أو المسؤول مباشر أو المدير المراجع كلها تطلع للجنة. فحتى البيانات الذات تكون نفسها موجودة متوفرة كلها موجودة عندنا في اللجنة. ممتاز. والجميل أنه مربوط بنظام الجي آر بي، يعني أن نظام الموظف نفسه، يعني كل المعلومات تكون موجودة. تكون موجودة. نعم. وهذا ينطبق كذلك على الشكاوي أستاذة بدرية؟ هي التظلمات والشكاوى نفس الشيء. الشكوى إذا بيشتكي نفس الشيء توصل المدير المباشر؟ لا لا لا، الشكوى مختلفة. صرحتها في البداية، الشكوى تكون مثلا إذا الموظف اختار أنه هو يقدم شكوى، نعم، إذا خلى يكتب الشكوى، يحط الشكوى ويشرح الشكوى، يحط المستندات اللي تدعم شكوته ويطرشها دايركت للجنة. ودايركت توصل للجنة. أيوة. بالنسبة للشكاوى، لكن التقييم السنوي واللي لأن في عدة مراحل، يعني لأن في تقييم مثلا للموظف لأدائه، فيكون مسؤول التقييم المبدئي من المسؤول المباشر عقب من المدير المراجع. ممتاز. هي التظلمات صحيح، وتكون أكثر شيء يعني إذا كانت من ناحية التقييم السنوي كذلك نفس ما قلتي أنت، يوصل للمدير المباشر وبعدين إذا ما وافق يعني ما اتفقوا على نفس التقييم يوصل لمدير المدير المسؤول الثاني، يعني اللي يكون مدير الإدارة. وثاني شيء إذا نفس إذا الموظف ما يعني ما قبل التقييم النهائي يوصل كذلك بعدين ل بالنسبة لنرجع التظلمات والشكاوى عندكم في الهيئة. نعم. ممتاز. نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله أستاذة بدرية. أستاذة بدرية، كلمة أخيرة توجهينها المستمعين خلال البرنامج. أتمنى من الجميع إن شاء الله يزورون معرض هايتكس ويشوفون على أحدث خدماتنا ويشوفون نظام التظلمات والشكاوى. الله يعطيكم العافية. الله يعطيكم العافية وموفقين إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق. أستاذة بدرية الحوسني رئيس قسم القضايا والتحقيقات بهيئة الصحة بدبي، شكرا لك. عفوا، مع السلامة. مع السلامة. طبعا هذه كانت فقرتنا بخصوص مشاركة الهيئة بمعرض جايتكس، وهذه إحدى المشاركات اللي هو إطلاق نظام الشكاوى والتظلمات بهيئة الصحة بدبي، وهذا طبعا يزيد من سعادة وراحة الموظف أن يكون يعني ما بأن كشكوى أن الواحد يشتكي، لا، يعني يحس أن صوتي ينسمع، يحس أن في حد يتابع أمور معينة عنده في شغلة حتى لو كانت أمور بسيطة. وكانت ويانا الأستاذة بدرية الحوسني، هذه دعوة ثانية منا لزيارة معرض جايتكس وزيارة منصة هيئة الصحة بدبي للتعرف أكثر وأكثر على الخدمات اللي تقدمها وخاصة الخدمات الذكية خلال معرض جايتكس. طبعا وصلتنا رسائل، أول رسائلة تقول السلام عليكم، كل الشكر لعيادة الجلدية لاستجابتهم للملاحظات اللي قدميتها لهم وسرعة الاتصال وتوفير الحلول من بوعتيج. مشكور بوعتيج على ملاحظتك هذه، ونشكر عيادة الجلدية لسرعة استجابتهم. في سؤال اللي هو السلام عليكم دكتورة، الكادر الموجود في عطى مثال الحوادث مستشفى راشد يشوفون إصابات بليقة دائما، فهل هذا يؤثر على حالتهم النفسية؟ طبعا ما في شيء ما يؤثر على حالة الشخص النفسية، حتى الأطباء يعني في النهاية يعني مثل ما نقول الناس تأثر فيهم أكيد أشياء كثيرة، بس يمكن طبيعة شغلنا وحبنا لشغلنا ما نتأثر مثل أي شخص ثاني. يمكن الأشخاص الثانيين أو اللي مو بأطباء يشوفون الأشياء هذه يمكن يتأثرون أكثر لأن ما تعودوا يشوفونها، ما بعارفين كيف الحل أو كيف علاجها. بس بالنسبة لنا يمكن سنوات طويلة في هذا المجال وخاصة أطباء طوارئ في هذا المجال، والشخص إذا يحب شغله ويحب يعني تخصصه حتى حالته النفسية بالعكس تتأثر للأحسن، يعني يحس أنه يقدم شيء لهذه الناس. وصدقوني كلمة شكر أو دعوة حتى لو نفسية الواحد شاف شيء وضايج منه أو شاف شيء وتأثر فيه، كفاية إحساسه أنه قاعد يساعد شخص أو قاعد يمد له العون أو ينقذ حياة شخص، ترى هذه وايد وايد كبيرة. يعني حتى حالة الشخص النفسية حتى بعد تعبه وبعد المجهود وبعد اللي يشوفه ترى أشياء وايد تغير في نفسيته.
يعني يحس بشعور جدا، يعني ما أقدر أوصفه بالضبط، بس يعني شعور جميل، شعور أنك سويت شيء أنت راضي عليه، سويت شيء، قدمت مساعدة أو قدمت شيء لأشخاص معينين. فأكيد ما في شيء ما يأثر على حالة الشخص النفسية، بس نفس ما قلت لكم الأشياء، التخصص اللي يحب الشخص ومتعلق فيه ويحس أني يقدم أشياء يطقى هالشيء عن على حالته النفسية أو تأثره. وناس ما قلت لكم نحن يمكن تعودنا، يعني من يعني تقريبا مسيرتنا الطب، يعني الواحد يوم بيدرس طب 5 سنين إلى 7 سنين، وبعدين عنده سنة الامتياز وبعدين التخصص. بس الشخص يوم يحب الشيء حتى لو كان صعب، صدقوني يعني حتى حالة النفسية تتبدل للأحسن في هذا المجال. بس أكيد يعني الحالة النفسية لها أثر كبير. هذا كان السؤال، وأشكرك على السؤال. لأنه صحيح في ناس وايد يمكن ما تركز أن الحالة النفسية تأثر على الشخص ولا لا. نرجع لآخر فقرة لنا اليوم. طبعا ما قلنا لكم عن دراستنا، دراستنا اليوم آلام المعدة مؤشر للقلق لدى الأطفال. أظهرت دراسة حديثة أجريت في جامعة سياتيل الأمريكية بأن آلام المعدة لدى الأطفال قد تكون دليل واضح على إصابتهم بمشاكل في الصحة العقلية مثل القلق والاكتئاب. ردينا لشيء نفسي. وبحسب الدكتور نيكول ساوينغوبت باتامانوش أخصائية أمراض الجهاز الهضمي للأطفال، فإن الآباء يتحملون مسؤولية تمييز آلام البطن الناجمة عن الإجهاد أو القلق واتباع وسائل تخرج الأطفال من حالات القلق اللي يعانون منها، وبالتالي تخليصهم من آلام البطن. ووفقا لعلماء النفس، فإن الاضطرابات السلوكية مثل القلق، نقص الانتباه وفرط الحركة اللي قد تنجم عن آلام البطن تعد إحدى أهم الحالات اللي يعاني منها الأطفال. وتشمل الأعراض للاضطرابات السلوكية كذلك لدى الأطفال ازدياد المشاعر العاطفية لديهم ورفضهم لأي شيء دون سبب محدد وعدم الرغبة في التواجد في الأماكن العامة، إضافة إلى عدم الرغبة في الذهاب إلى المدرسة والإحجام عن ممارسة نشاطات اجتماعية. وينصح العلماء الآباء بتشجيع أبنائهم على ممارسة الأنشطة في الهواء الطلق لتحفيز عقولهم وممارسات تقنيات التنفس لتوفير الراحة النفسية لهم. هذا بالنسبة لدراستنا لليوم. يمكن يلاحظون الناس وايد يعني أطفالهم يشتكون من آلام مستمرة في البطن، يعني حتى الفحوصات يسوونها، وما بس آلام البطن، أشياء كثيرة بتلاحظونها، يعني آلام البطن، الصداع، نفس ما ذكرنا، الطفل يرفض أشياء وايد بدون سبب، كذلك بالنسبة لي يمكن يصيح بدون سبب، ما يحب يطلع، ما يحب يصير أماكن فيها ناس أو فيها متواجدين حتى أطفال في عمره. فهذه أشياء وايد تشد انتباه، المفروض تشد انتباه الأهالي من هذه الناحية، خاصة إذا الآلام تكررت بطريقة مستمرة وايد وكثيرة. في ناس يمكن ما تشوف أعراض مصاحبة لهذا الشيء، يعني ألم في البطن بس يوم واحد لمدة دقائق ويخف. كذلك في حالات معينة تكون آلام في البطن مستمرة أو صداع مستمر أو أعراض معينة مستمرة بيلاحظها الشخص بس في فترة الأسبوع، فترة الإجازة ما عنده الطفل هذه الشكوى أصلا. ثالث شيء بالنسبة لي، في أيام معينة يمكن للطفل مرات تربطه، يكون قلق من شيء معين أو متوتر من شيء معين، فحوصات الطفل تكون كلها طبيعية. في أطفال وايد الأهالي يبونهم العيادات صح، يتابعون حالتهم أول بأول. أنا صراحة أشكر الأهالي اللي يكونون بهذه الطريقة، لأن من البداية حابين يداركون ويعرفون شو السبب بالضبط، حتى لو الطفل اشتكى مرة مرتين أو تكرر عليه يبوا العيادة، الفحوصات كاملة انعملت له، على الأقل في اطمئنان من حالته أن هذه مش حالة مرضية، أنه ما يحتاج علاجات أو تدخلات في بصورة مسبقة للشكوى هذه. في شكاوي معينة
بعد الفحوصات وبعد التحاليل يتبين لنا أن الشكاوي تكون يعني نفسية أكثر من أنها مرضية. نفس الشيء يمكن الطفل يتعرض للمضايقات في المدرسة هي اللي تخليه قلق دائما، متعكر مزاج دائما، يشتكي من أبرز الأشياء. أو مرات ما أقولكم أن الطفل يكذب، لا بالعكس، مرات تكون عند الأعراض صح، بس أن الأعراض ناجمة من شيء نفسي وشيء قلق من داخله، فهذه اللي تعطيه الأعراض أكثر من أنه شيء مرضي نفسه. وجميل أن الشخص يحل هذه المشكلة من البداية. أولا الطفل ينتبه لجسمه ويعرف جسمه أن في أشياء ثانية تتدخل في جسمنا مو بس المرضية، يعني الشيء النفسي القلق. حتى الأطفال ترى يعني ابتدى يكون عندهم هاي الأعراض تماما. شق أحل مشاكلي أول بأول أساس ما تتفاقم وتأثر حتى على جسمي. فالطفل من البداية يعني صح أني أنا ريحت طفلي من أعراضه، وكذلك يتعود وينتبه أن في أشياء معينة في حياتي وفي إحساسي تأثر كذلك على الأعراض اللي أنا أحس فيها. بالنسبة للشيء الثالث، يحس الطفل أنه قريب من أهله أكثر، أنهم عرفوا أن في مشكلة هي اللي قاعدة تسوي له هذه الأعراض، ما بالأعراض أنها تكون مرضية على طول من يعني بس للطبيب يعالجها، لا، في أعراض معينة يحتاج تدخل الأهل ومعرفة السبب الأساسي، سواء مشاكل عند الطفل في مدرسة في المدرسة، سواء مشاكل عنده في البيت، أو أنه قلق من شيء معين في البيت، أو قلق من شيء معين في المدرسة، قلق من شيء سواء من ناحية المدرسة، من ناحية الأطفال اللي وياه أو الزملاء في المدرسة، أو من ناحية الدروس، أو من ناحية من ناحية المدرسين، أو من ناحية طبيعة الإدارة في المدرسة، أو طبيعة قوانين المدرسة، أو طبيعة حتى الامتحانات، من ناحية العقاب إذا ياب درجات نازلة، أو التشجيع إذا ياب درجات مرتفعة وعالية. وهاي الأشياء طبعا تأثر، وبتلاحظون في فترة الامتحانات يمكن هذه الأعراض تزيد أكثر وأكثر، مرات تكون مصاحبة حتى الترجيع ولوعة وإقماء خاصة ب ما أقولك بس أعمار معينة للأطفال، خاصة اللي يفكرون واللي يبون يكونون عندهم درجات عالية ودرجات أعلى وأعلى، أو عندهم روح المنافسة كثيرة. فجميل نبتدي نتعلم هذا الوجع متى، وهذا الوجع يستمر الفترات كم، في الإجازات وفي الفترات اللي تكون يعني الطفل يكون عنده يعني مثل ضغوطات معينة من ناحية المدرسة أو من ناحية الدراسة أو من ناحية البيت، تزيد أو تقل. طبعا هذا بعد مشورة الطبيب وعمل فحوصات الطبية من ناحية هذا الموضوع. وبعدين بتلاحظون أن خلاص الطفل سبحان الله يتم متعلق بأهله أكثر، هو متعلق بأهله بس بيحس أن أهله يعني ابتدوا يفهمون عند أعراض معينة يعني هذا الشيء يكون موجود. وهذا طبعا ما يفرق بين سواء صغير أو كبير. مستمعينا الأعزاء، كانت هذه فقراتنا لليوم في برنامج صحة وسعادة. نلقاكم إن شاء الله باكر على نفس التوقيت الساعة 10 لين الساعة 11. أشكر فريق العمل وياي اليوم في الإعداد حسني البلاونة، في التنسيق ميرا المري، وفي الإخراج أيمن سرحيل، ومحدثتكم الدكتورة عاشة البسطي. أشكركم جميعا، نلقاكم إن شاء الله باكر، ودمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.